هذه المشاهد المباشرة من باحات المسجد الأقصى، حيث يؤم الفلسطينيين الصلاة ويؤدون صلاة التراويح والعشاء بالمسجد الأقصى رغم الإجراءات القاسية التي تفرضها سلطات المحتل الإسرائيلي. يوم الأربعاء كان هنالك أكثر من نحو 50,000 مصل فلسطيني رغم كل هذه القيود. وواضح هذه الليلة أيضا إصرار من قبل الفلسطينيين على أداء صلاة التراويح في هذا الشهر المبارك وفي ظل إجراءات اتخذها المحتل على أبواب المسجد الأقصى وانتشار أعداد كبيرة من القوات المسلحة، ووضع منذ بداية هذا الشهر الأسلاك الشائكة تحديدا على السور المحاذي للمسجد الأقصى المبارك. إذن رغم كل القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، إلا أن آلاف المصلين الفلسطينيين يصلون التراويح في هذه الأيام المباركة، الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، ونتحدث عن مشاركة الآلاف بهذه الساعة تحديدا أو بهذه الدقائق تقريبا كما نتابع من باحة مسجد الأقصى. وكان هنالك كما تابعنا تحذير من قبل أبو حمزة قبل قليل أن نطق باسم سرايا القدس بالمس بالمسجد الأقصى، التحذير بالمس بالمسجد الأقصى أو حتى بالقدس.